ألف شكر، ألف شكر. الكلمة دي أصبحت يعني ناس كتيرة جدا كانت بتقلد الكابتن خطيب في هذا الموضوع. زي ما قلت لكم والله هذا ليس رياء ولا أي شيء، ولكن الراجل ده بالنسبة لنا وبالنسبة لجيل كبير جدا جدا من اللاعبين والإداريين مثل في كل شيء، مثل في الاحترام، مثل في الحب، مثل في الأخلاق. نتمنى له يا رب كل التوفيق خلال الفترة اللي جاية. وزي ما قلت لحضراتكم يعني اي لعيب كوره بيبطل الكوره، بعد ما بيبطل كوره حسب بقى اللي انت عملته في حياتك كلها بيبان بعد ما بتبطل كوره. اللي انت عملته في حياتك وانت بتلعب بيبان بعد ما بتبطل كوره. قد ايه ان انت بقالك 30 سنه، 30 سنه مبطل كوره والناس بتحبك والناس بتجري وراك والناس نفسها تتصور معاك والناس نفسها تشوفك والناس نفسها تعرف انت بتعمل ايه، الناس نفسها تقف معاك والناس كلها بتقول لك ربنا يعينك، عشان هم عارفين ومقدرين ايه اللي بيحصل وعارفين كم الضغوط اللي يعني. انا دايما طول عمري الحقيقه طول عمري يعني من ساعه ما دخلت النادي الاهلي وكان لي علاقه مع الكابتن خطيب كنائب رئيس النادي وانا كنت لاعب، ومن ساعتها وانا اتعودت ان انا اكلم كابتن خطيب على طول في التليفون كل شهر لازم بحب اسمع صوته، فكنت دايما بكلمه. لما بكلمه اخر مره الحقيقه راجل في عز تعبه وفي عز مجهوده وفي عز كل اللي بيعمله بيقول لي، كنا بنتكلم في موضوع فبيقول لي جمهور الاهلي، جمهور الاهلي ما تقلقش، جمهور الاهلي هو اللي في الاخر هيخلينا نبقى نمره واحد في العالم مش في مصر بس. فعشان كده انا دايما تلاقوا كلمتي لحضراتكم ان انا بقول لكم ما تقلقوش، مش عايزكم تقلقوا، مش عايزكم تروحوا كده ولا كده. احنا دايما كنادي اهلي قرارات مجلس الاداره اللي بيتخذها بناء على مصلحتين، المصلحه العليا للبلد ومصلحه النادي الاهلي وحفظ حقوق النادي الاهلي كامله في كل ما حدث خلال الفتره اللي فاتت. وبالتالي ما تقلقوش، دايما الامور هتفضل ماشيه في هذا الاتجاه، وطول ما حضراتكم واقفين معانا وواقفين في ظهر مجلس اداره النادي الاهلي وفي ظهر لعيبه فريق الكوره وفريق السله وفريق الطايره وكل الفرق الرياضيه اللي موجوده في النادي الاهلي، يبقى سيظل النادي الاهلي كده. احنا عندنا نهم زي ما قلت لكم قبل كده، في حاجه اسمها طمع الانتصار. احنا عندنا كجمهور النادي الاهلي عندنا حاجه اسمها طمع الانتصار، ان احنا عايزين نكسب على طول. يعني يقول لك يا جماعه ايه المشكله لما الدوري ده يروح؟ لا 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 لا, لا. مش ايه المشكله؟ نجتهد لغايه اخر ثانيه في الدوري والباقي بتاع ربنا، الباقي بتاع ربنا. ناس بتقول لك يعني ما كفايه عليكم 40 ولا 41، احنا الزمالك يعني ناس ثانيه ما بتشجعش الاهلي يقول لك يعني ما كفايه عليكم كده. اقول لهم لا، هو احنا عندنا حاجه اسمها طمع الانتصار، طمع الانتصار، بنحب ان احنا عايزين ناخد الدوري 190 الف مره، عايزين ناخد الكاس 200 الف، يعني ما عندناش مشكله في هذا الموضوع. ما حدش بيشبع، محدش من جمهور النادي الاهلي بيشبع. فعشان كده انا بقول لحضراتكم انتوا الاساس في كل شيء، ودايما تفضلوا واقفين في ظهر النادي ودايما تفضلوا واقفين في ظهرنا. الكلام اللي حضراتكم بتكتبوه على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي بيوصلني كله الحقيقه، سواء على الاكونتس الخاص بتاعتي في كل الحتت اللي انا بتكلم فيها دي، انا عندي على الفيسبوك وعندي على تويتر وعندي على الانستجرام، لكن كل حاجة حضراتكم بتكتبوها أنا ببص عليها وبحاول إن أنا أرد عليها على قد ما أقدر من خلال وجودي في البرنامج. من الحاجات اللي أنا جات لي النهاردة مسجز كتير